المباراة أمام المنتخب المكسيكي بهدفين مقابل هدف لأول مرة في تاريخ المكسيك أيضا تحقق هذه الميدالية الذهبية. الأهداف نعيد بالتذكير بها من جديد مشاهدينا الكرام. الهدف الأول جاء في الدقيقة الأولى في الثانية و28 عن طريق اللاعب بيرالتا من خطأ دفاع كما وضحنا ومحللين وضحوا في شوط المباراة الأول، ليتقدم المنتخب المكسيكي في شوط المباراة الأول وينهي هذا الشوط متقدما بهدف مقابل لا شيء على المنتخب البرازيلي. ثم يأتي اللاعب نفسه بيرالتا في الدقيقة 75 من ضربة رأس ومن كرة نموذجية من ضربة حرة مباشرة ليرتقي بضربة رأس ويحرز الهدف الثاني للمنتخب المكسيكي ليصعب المهمة تماما على المنتخب البرازيلي. ثم أخيرا في الوقت البدل الضائع في الدقيقة 91 أي في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع يأتي اللاعب هولت ليضع الهدف الأول للمنتخب البرازيلي، ولكن تنتهي المباراة ولم يلحق البرازيل بالتعادل حتى قبل نهاية المباراة، لتنتهي المباراة هدفين مقابل هدف ويحصل المكسيك على الذهب لأول مرة في تاريخهم، وتبقى الميدالية الذهبية هي عقدة كرة القدم البرازيلية. نعود إلى محللين كابتن ربيع العفوي، كابتن نادر السيد.